مشاهدي الاو تي في، صباح الخير مجددا، واهلا وسهلا فيكم بهالحلقه من حوار اليوم مع ضيفنا الاستاذ الجامعي الدكتور جورج عيد حرب. دكتور حرب، صباح الخير واهلا وسهلا فيك. صباح الخير لك استاذ جاد ولكل المشاهدين. يعني مثل ما ذكرنا، موضوعنا الاساسي بيغطي على كل الاحداث السياسيه والتطورات واللي هي كثيره. موضوعنا هو شهداء الجيش اللبناني يلي وداعهم الوطني رح يتم بكره بوزاره الدفاع باليرزه. قبل ما نفوت بتفاصيل أكثر، يعني سؤال عام، عم نلاحظ بين مبارح وممكن بالساعات المقبلة وبالمرحلة يلي جاية عم نشوف وجوه كتيرة من المرحلة السوداء، إذا بدنا نسميها مرحلة 2014 ما مهد لها وما تليها، عم ترجع تطلع بتبريرات بذرائع بتفسيرات، خلينا نقول لما جرى. هل هيدا يعني ما بعرف كامباك، طريقة لخلق توازن مع كل الانطباع اللي تكون عند الرأي العام بالفترة الماضية؟ كيف واحد ممكن يقرأ هذا اللي عم بيصير؟ أول شيء منوجه تعازينا الحارة لأهالي الشهداء ونقول الله يرحمهم، لأنه من بعد هذه الخسارة بعتقد كل الإنجازات بتكون منغصة مثل ما صار بعملية فرج الجرود. إنما اللي بيعجبنا اليوم بالصورة السياسية بلبنان هي ردات الفعل على، إذا بدك، حسرة الأهالي اللي عم يشكوا من ظلم ما تعرض لهم أبنائهم. هؤلاء أولادهم الشهداء اللي انسجنوا أو انأسروا حوالي السنتين، وبهالسنتين كانوا عم يتصلوا فيهم وكانوا عم يطلعوا يزوروهم وكانوا عم يطلبوا منهم، عم يضغطوا عليهم الإرهابيين للأهالي ليقطعوا طرقات وخيم بنص بيروت وبشمال وطريق دهر البيدر، وكنا وبالشتة وبالسقعة كنا شفنا معاناة الأهالي، ظنا منهم أو أملا منهم أنه يوصلوا لنتيجة بالآخر أنه يحرروا أولادهم، وإذ بيوصلوا للصدمة الكبرى أنه أولادهم طلعوا مستشهدين، ومنهم مدفونين ومنهم مستشهدين ومش مدفونين. فهيدي المعاناة في حدا بده يكون مسؤول عنها. داعش عليه مسؤولية كبرى، وهو أكيد هذا الفكر البربري مين بدك تلوم فيه، عمل واجباته معه الجيش اللبناني بتوجيهات سياسية، أكيد بنفس سياسي جديد دعم الجيش اللبناني وحرر الجرود، وهذا إنجاز ما فينا نقول أنه بيمرق مرور الكرام، بالعكس هذا فخر ومفخرة للبنان. أما بما يختص بالشهداء، هنالك شخص أو هنالك مسؤولين هني اللي لازم يتحملوا مسؤولية معنوية وقانونية أيضا عن ارتكاباتهم. نعم، بدنا نحكي أكثر بالمسؤولية هيدا وبالتحقيق اللي طلبه رئيس الجمهورية واللي بوشر فيه على كل حال، بس أنا سؤالي كان أنه هل تضع هذه التصريحات اللي شفنا منها بالساعات الأخيرة ورح نشوف منها بالساعات اللي جاية وبالأيام اللي جاية، هل تضع بإطار أنه عم يعملوا ردة فعل على الحملة ما يسمونه بالحملة اللي شنت ضدهم، ولا كيف؟ يعني هذا شيء منظم ولا مجرد تعبير عن رأي وموقف؟ لا، منه تعبير عن رأي بريء، ولا هي ردة فعل بهالبساطة، هي خطة ممنهجة إذا بدك تطويق الاتهامات أو تطويق التحرك القانوني اللي أوعز فيه فخامة رئيس الجمهورية، وهو مساءلة من المسؤول عن هذا الفعل. نعم. من اللي أودى بحياة العسكريين؟ من تلكأ؟ من تأخر عن إصدار الأوامر؟ من كبح جماح الجيش اللبناني اللي كان مستعد فوق يقوم بواجباته؟ والتصريحات العميد شامل ركوز واضحة بهذا الموضوع بمقابلاته، كان قادر يفوت يحررهم، كان وكان مطوق المكان اللي كانوا مخطوفين عليه، كان مطوق بيت أبو طائي اللي بعده حر لهلأ وبعد ما اعتقلوا ما بنعرف ليه، وبالتالي هون في حدا بده يتحمل المسؤولية. هيدي ردات الفعل وهالمقابلات التلفزيونية أو التصريحات هي لتطويق هيدي الحركة وليحطوا حاله بمكان المظلوم. طب أنا بدي أسألك، إذا كان دولة الرئيس سلام مش مسؤول وبيقول هو السكوت أفضل، وإذا كان الصمت أبلغ تعليق على كل ما بده يحكي أنه يبقى أنه هو مظلوم، وقائد الجيش السابق كمان معلوماتنا عم يحضر لعمل إعلامي جديد بده يطل فيه على اللبنانيين ويبرر شو صار، ورئيس الجمهورية السابق بيقول أنا مش مسؤول، ووزير الدفاع السابق سمير مقبل بيقول كمان أنا مش مسؤول في حركة سياسية ما هي اللي منعتنا، والقوى السياسية كلها عم تتبرع، وعبكرة طالعين اللي كانوا موجودين بالحكومة عبكرة كلهم رح يودعوا الشهداء بساحة وزارة الدفاع. طيب باليارزي، طيب مين المسؤول عن هودي الشهداء؟ مين اللي تلكأ عن إصدار الأوامر لإلهم لحتى اللي خطفوهم بهالأسلوب الهمجي هذا وزلون؟ كلنا نتذكر الأفلام اللي صورون ياهن وعم يقولوا دولة الإسلام باقية، وبالتالي وصلنا للي وصلنا لإله اليوم، واستشهدوا وما حدا عارف ليش استشهدوا أساسا، لمن أهاليهم كانوا عم يطلعوا يزورون مرتين وثلاثة وعم يتكبدوا مبالغ طائلة ليشوفوهم، على أمل بدون يشوفوهم بدون يرجعوا، لا يقتلوا
وليش الدولة ما كفت مفاوضات وليش تركتهم يستأسروا من الأساس؟ في حدا بده يكون مسؤول، وهذه الحملة هي ممنهجة بالتأكيد. على كل حال نحن بعد شوي رح تنضم لنا زميلة ريما حمدان. يبدو أنه في معلومة أنه كان عم يقال أنه بكرة بعد مراسم التأبين باليرزي سيتوجه أهالي الشهداء إلى خيمة رياض الصلح مجددا، يبدو أنه اتخذوا قرار بعدم التوجه إلى هذه الخيمة. هلأ رح نشوف التفاصيل مع ريما بس تصير معنا. بس دكتور حرب، يعني هذه المواضيع كلها سوا، يعني مثل أحداث آب 2014 ومثل يعني إذا بترجعنا لورا الأحداث سابقة صارت بلبنان بالحرب وبغير الحرب، هل بهذه الأحداث يمكن أن يصل أي تحقيق سواء كانت النية صادقة أو غير صادقة مثل بمرات سابقة؟ هل يصل التحقيق إلى نتيجة بهذا الموضوع وهل تعلن النتيجة أم أنه هذه طريقة نستوعب النقمة وخلص؟ من حقك ومن حق كل اللبنانيين أنه يشككوا إذا بدك بفعالية التحقيق مش بصدقيته، هو صادق. نحن السؤال مش عن هذا التحقيق، صحيح. عم أقول نعم. التحقيق بشكل عام بارتكابات مماثلة من حق كل اللبنانيين يشككوا بهذا نعم. الموضوع لأنه تعودوا أنه ما يوصلوا لنتيجة عادة، ولكن النفس اللي عم يبثوا عن جديد هذا العهد، عهد الرئيس ميشيل عون، هو نفس إصلاحي ونفس إذا بدك بده يحاسب. هذا الموضوع أساساً السكوت عنه بيعرض بقية القوى المسلحة للخطر. ممكن أي قائد لقوى لأي جهاز اليوم يرتكب نفس الخطأ ويروح عسكريينه. يعني عملية كانت بسيطة جداً، هني تركوها تتعقد، هني لو يتركوا فوج المغاوير يفوت كان حررهم، كان بالقليل اعتقل كل الناس هونيك وبعدين بده يفوتوا هيئة العلماء المسلمين انه يفاوضوا هذا، بس الدولة ما بتنكفئ لورا وبتفتح لهم مجال وبيهربون مع بطئية الى الجرود، ومن هونيك فتنا بالمأساة. فهذا التحقيق لازم يوصل لنتيجة. فخامة الرئيس قال بدنا نعرف الحقيقة شو صار، معالي وزير العدل سليم الجريصاتي كمان مصر على هذا الموضوع، ومبارح تلقيت فيه وأيضا يعني كان عم يحكي وكان جدا مصمم على هذا الموضوع، والدليل أنه حول التحقيق إلى مدعي عام التمييزي سمير حمود، القاضي سمير حمود. نعم، والقاضي سمير حمود حوله أمس عبر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وكلفت مخابرات الجيش بالبدء بالتحقيق. فإذا في نية جدية بالعمل للوصول إلى الحقيقة، وهذا الأمر وأنا ما بستبعد أساسا أنه تحول أيضا القضية قريبا للمجلس العدلي، لأنه هو مكون طبعا من 5 قضاة وآلية العمل فيه أسرع وما في روتين إداري كبير، ولأنه جريمة بهالحجم طالت كل لبنان، طالت المؤسسة الرمز بلبنان اللي هو الجيش اللبناني بتستاهل. بس هاي الفكرة دكتور حرب بتردنا للموضوع لموضوع السؤال، أنه إحالة القضية للمجلس العدلي تتطلب قرارا من مجلس الوزراء. قرار مجلس الوزراء يعني في طابع سياسي للقرار بده يطلع. هل مجلس وزراء الحالي يلي هو يعني ما عدا بعض الأفرقاء هو نفسه مجلس وزراء 2014 قادر أنه نشوف لي حاكم حاله؟ هيدا إذا استثنينا أكيد مواقف بعض الوزراء اللي معروفة. مجلس الوزراء في عنده مسؤولية، مسؤوليته من ضمن مسؤولياته الكتيرة الحفاظ على مؤسسة الجيش اللبناني. في عسكريين اختطفوا ونكل بهم واستشهدوا واستردوا جثامينهم بعد جهد كبير من الجيش، بعتقد يعني قضية بهالحجم تستحق التحويل أنه تحول للمجلس العدلي، لأنه في قضايا يعني إذا بدك مش بأهميتها وحيلت المجلس العدلي وهي فردية، مرات عم يحيلوا قضية اغتيال شخص ونحن مع إحالتها، ولكن أيضا في الجيش اللبناني شهيد الجيش اللبناني هو شهيد كل الوطن وعليهم أنه يحلوها للمجلس العدلي. جريمة بهالخضة لبنان بهالحجم هذا ما بتستاهل أنه ياخدوا قرار بإحالتها. عم يتطلعوا بوجوههم لأهالي الشهداء، عم يسمعوا حكيهم، عم يتطلعوا بوجوههم اللي اعتصموا 2 3 سنين بخيمة بساحة رياض الصلح، بيقدروا يناموا بالليل إذا ما أحلوها؟ ضميرهم مرتاح لهالدرجة؟ شافوا صور الشهداء؟ شافوا تسجيلاتهم قبل ما يستشهدوا؟ سمعوا شو كانوا عم يقولوا للدولة إنه أنت بيعتينا؟ ما بعرف. نعم. ضمير قد ما يكون سياسي علم الحرب بالشرق الأوسط لازم يكون في ضمير سياسي كمان يتمتعوا فيه مسؤولين. رح نكمل نحن وياك دكتور حرب، بس رح ننتقل مثل ما ذكرنا للزميلة ريما حمدان يلي عم تقوم بجولة على عدد من عائلات الشهداء بمنطقة البقاع. ريما، كان في صباح الخير أول شيء. صباح الخير. كان في معلومات أنه مبارح أنه غدا من بعد التأبين بوزارة الدفاع عائلات الشهداء أو أقل له جزء منها رح يتوجهوا يرجعوا إلى خيمة رياض الصلح أو ربما مع الجثامين، شو حقيقة هالموضوع بحسب معلوماتك؟ نعم جاد، امبارح كنا قد تابعنا لدى انتهاء الأهالي العسكريين من قيادة الجيش وفور تبلغهم خبر استشهاد أبنائهم بشكل رسمي من قائد الجيش بحضور المفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر،
توجهوا من بعدها للقاء رئيس الحريري، ومن بعدها كان لهم كلمة حيث أكد الأهالي أنهم رح يتوجهوا بالجسد بعد الحفل التأديني الرسمي يلي سوف يقام في وزارة الدفاع، سوف يتوجهوا إلى خيمة رياض الصلح. ولكن نعم، هناك 4 عائلات من أصل 10 لن تتوجه إلى رياض الصلح، وسوف تنتقل مع الجثامين فورا لتشييع في بلدتهم. العائلات هن يعني معظمها يعني ثائبت أنه العائلات هن عوائل الشهداء في البقاع الشمالي، أي العائلات التي لن تتوجه إلى ساحة رياض الصلح هي عائلة مدلج، الحاج حسن، وهبي، ومصري. إذن نعم، العائلات الأربعة سوف تكتفي فقط بالتشييع الرسمي في وزارة الدفاع. ريما، العائلات الأخرى أكدوا أنه رح ينزلوا على رياض الصلح؟ نعم، أو بعد ما في شيء؟ العائلات الأخرى امبارحة أكدوا أنه رح ينزلوا إلى ساحة رياض الصلح برفقة الجثامين. العائلات الست الباقيين منهم ضمنهم عائلة بغايت، يوسف، ببيان، والعائلات الستة الأخرى نعم، الباقيين. كمان إشارة يعني اليوم حالة الغضب اللي شهدناها بساحة رياض الصلح وبعد لقاء الرئيس الحريري من قبل الأهالي، حالة الغضب على حكومة 14 مثل ما هن سموها حكومة 2014، حكومة تسليم العسكريين للدواعش وجبهة النصرة. كان هناك مواقف لافتة من قبل الأهالي اللي حملوا المسؤولية الأولى إلى وزير الداخلية آنذاك في الحكومة، حكومة تمام سلام، والوزير نهاد المشنوق، حملوه بشكل أساسي المسؤولية ورفضوا وجوده في الحفل التأميني الرسمي يلي سوف يقام في وزارة الدفاع. هذا نعم، الأمر عاد وجددوا بعض الأهالي ما عدا عائلة مدلج، عاد رفضوا لوجود وزير الداخلية نهاد المشنوق. ولكن أيضا اليوم كان لافت أيضا معلومة زودنا فيها آل المصري لأول مرة، وهو شقيق الجندي الشهيد علي المصري حسنان. كان نعم ريما، بس نحن خلال الحلقة رح نعرض التسجيلات نعم، يلي حصلت عليها صباحا وعرضت معك ببرنامج أجندة، خلال الحلقة رح نعرضها. نعم تابعي. اوكي، كنا عم نتحدث عن صوره، هيدي الصوره تم تزويد فيها بال 2015، هو تلقى اتصال اخير من شقيقه علي المصري الشهيد بال 2015، وهذه الصوره كان كبل اليدين الشهيد علي المصري، ومن ثم بعدها كان عم بيحكي معه عبر الهاتف، قال له انه نحن مش مطولين وصيك بابنائي ونحن مش مطولين. من بعدها عرف كان عنده قناعة، كان عندهم قناعة عائلة الشهيد. نعم انه منهم طولة، هذه الامور لم تاخذ. ريما لو بدي اقطعك بس شكرا لك، بس نحن بدنا ننتقل لنتابع وصول رئيس جمهورية افريقيا الوسطى الى عين التينة ولقاء الرئيس نبيه بري، غدات لقائه امس مع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون بقصر بعبدا.
حسن. إذن عم نتابع هذه المشاهد مباشرة من عين التين لوصول رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري. نذكر أنه الرئيس الأفريقي رئيس أفريقيا الوسطى كان استهل زيارته للبنان بلقاء رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أمس بقصر بعبدة، وعقد الرئيسان مؤتمر صحافي مشترك تحدثوا فيه عن العلاقات الثنائية. وأكد خلال هذا المؤتمر الرئيس اللبناني ثقته بأنه اللبنانيين محميين وحقوق مصانة بجمهورية أفريقيا الوسطى. كما كان هناك حديث له طابع ذو طابع اقتصادي ويتعلق بالاستثمارات. دكتور حرب، نرجع نحن وياك نكمل حوارنا بموضوع العسكريين، ولكن مثل ما ذكرت الزميلة ريما حمدان هناك تسجيلين يعني كانوا بثوا صباحا ببرنامج أجندا عن مواقف لأهالي العسكريين مما جرى عشية هذا التأبين الذي يقام في اليرزة. خلينا نستمع بداية لما قاله والد الشهيد علي الحج حسن عن هذا الموضوع. بدنا نحكيها بصوت أحمدي هايك مثل ما بتقول الناس بالبيوت والكلام العادي لك. شغلي واحد، إن خطف لك واحد الجيش بدنا نعتبره عم يخطف، أخذوا لكم ابن بندر. لك يا عمي أقل شيء بخليه عندي، ردوا لي العسكرية وخذوه. لك هالقد قلت الضمير وقلت دبحتوا على العسكرية وروحتوه هون، يا قليلين الضمير، يا فخامة الرئيس، يا بي لبنان، يا سماحة السيد، يا شرف لبنان، يا ضمير العالم، افتحوا تحقيق يكون شفاف، بيعدوا هالقرطة كلها، كلهم بقت ما بقى كلهم مع بعضهم، حطوهم بسلة وحدة. لك كلهم كل من هو الإيدم؟ دليني أنت على الإيدم، معلش أنتوا أخبر مني، دليني على الإيدم فيهم، كلهم دايرين على السرقة، ما هم من الله، لك يا عمي والله تعاو، في ناس عندها مصاري هاون، والله منجمع لكم المصاري اللي بيجيبنا كلنا بنعطيكم إياها، اعملوا فتح تحقيق شفاف. لك وبينوا الحقيقة، بينوا الحقيقة للعالم، ما ليكوا ما رح نرتاح، ليكوا إذا ما فتحتوش تحقيق حقيقي ومظبوط وشفاف 100% والله رح تدفعوا الثمن. أنت عيب قول لك رئيس، يا تمام سليم، لك أنت ماني عارفك كنت مكسور ووقعت المقاصد واحترق سلافك وجيبوك لحتى يشيلوك من الغرق اللي أنت فيه، مش العالم كله فهماني، اوعى تفكر بعد في أم الغشيم ماتت. أم الغشيم عارفانينكم شو عم تعملوا، كل شيء عارفانينكم، يا قليل الضمير، لك اطلعوا وصرخوا وقول أخذوا العسكرية. إذا أنت مش راضيين باللي صار اطلع صرخ، مش تصرخ، تصرخ. ها أولادك ها، وهودي أولاد عالم وبشر، هودي أهلهم مربين ومدفعين عليهم مصاري، أهلهم عم يبكوا ليل ونهار عليهم. أنا رافع طلب وقدمته هلأ اليوم الصبح إذا الله بيكون عند سعادة المحافظ، وبلغت البلدية سهيل الحج حسن، بلغته بدي أعمل له تمثال، عندي بالفعل عندي نحات كتير كتير قبضاي تمثال يعطيني مطرح بالمزبلي محل ما نقل المزبلي هونيك يسمح لي حط تمثال لا لا لجان أهوجي، هذا ضروري لجان أهوجي لحتى يكون بمزبلة التاريخ محطوط. لك عيب علي بعد هذا يكون بين البشر، عنا وسائق وعنا وراء وعنا كتير شغلات وعنا حكي. شو الوسائق اللي ما نحن جايبين؟ كل شيء لنا 3 سنين عم ندور نحن بعرسيل، أقل شيء. طيب الضابط الصغير، الضابط الصغير وين كان ساعة اللي أخذ العسكري؟ أول حاله بإيده درزي، نعرفك يا درزي، لايك نعرفك منعرفك، وتأكد أني أنا حج حسن، تأكد حج حسن يا درزي. من أول نهار نحن عم نجيب معلومات ونجيب وكيف اتخذوا العسكرية وكيف اتخذوا على الجرد وكيف دشروهم بالجرد، والله يطول بعمره شامل روكوز البطل أنا ما بعرفه ولا في صدى أنا وياه ولا شايفه مرة على التلفزيون، بس الرجال بدنا نقول عنه رجال. لك هيدا ضابط، هيدا بطل، لك هيدا بينشاف الرأس فيه، بيرتفع الرأس فيه، بينشاف الحال فيه، هذا 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 اسمه قائد، اسمه ضابط، عنده كرامة. وين الشرف والتضحية والكرامة؟ قلت الشرف وقلت الكرامة ما لح ننزل. إجا أخذ إب، إجا السعودي أخذ السعودي،
اجى السعودي واخذ السعود، شو جاي يعمل عندي بلبنان هون يعمل رئيس حكومه؟ اذا بهمه السعودي اكثر من جيشه، شو جاي يعمل هو؟ ما بيشرفني لا انا ولا بيتي ولا عائلتي ان نحن ننزل لعند سعد الحريري اللي خان باولادنا وبيق باولادنا، يروح يشوف باي لعبه بده يلعب. انا ما بنسبني حسين يوسف ابدا ابدا ابدا، ومن قبل هلا تلفن لي وقال لي بدك تروح ما بعرف على اي مكتب عند الدوله. قلت له هن كلفوك؟ قال لي. قلت له انا بكلفك ما بيشرفني اقعد مع دوله خاينه، ما بيشرفني اقعد مع دوله خاينه، وهودي قلت له لحسين يوسف. انا ما لا، حسين يوسف ما بيحكي باسمي ابدا من البدايه، ها مش هلا، من البدايه ما بيحكي لك باي عين. عم ياخذوا بوزيت هن وبطائي وبصرمي وبعجيني لك باي عين، لك يستحوا بس على الشرف والتضحيه والوفاء. لك هو وزير الداخليه هذا اللي البلد ضمير اللي ما بيعرفش الله، هن بيدعوا انه بيعرفوا الله. لك بدنا نشوف، بدي اشوف بعدين لما اللي بده يموت ربه شو بده يعمل فيه. يعني شو ما قالوا أهل الشهداء بغض النظر عن موافقتنا على مضمونه أقله لناحية تسمية بعض الأشخاص أو لا، ولكن نتفهمهم وعم يحكوا من حرقة قلب وعن حق أيضا. جرح. شو رأيك باللي قالوا؟ أول شيء جرحه كبير من عزي مرة تانية. تاني شيء مندعي للالتزام بالقانون. في قضاء ورئيس الجمهورية قام بواجباته كاملة، والجيش اللبناني بيشر تحقيقات عبر مديرية المخابرات. خلينا نترك القانون ياخذ مجرى، نحن تحت سقف القانون ونحن مؤمنين بدولة المؤسسات. أما بما يختص ببعض التسميات اللي سميها، بالتأكيد أنه في قسم أو جزء كبير منهم بيتحملوا مسؤولية. مين بيتحمل مسؤولية هيدي المعركة؟ مين عطى أمر للعميد شامل روكس بالانسحاب من عرسال ويبطل يحرك ولا دبابة؟ قالوا طفي الدبابات. مين عطى الأمر؟ وإجا ومعلوماتنا بتقول قدم استقالته بوقتها وما قبلوا له إياها. مين أعطى هيدي الأوامر؟ اليوم هيدي اللي أعطوا هيدي الأوامر وانخطفوا الجنود، هني زيتهم بعد كم أسبوع احتفلوا بالتجديد أنا ذاك لقائد الجيش وفتحوا شمباني وتسربت الصور. هذا الاحتفال اللي صار بوجود رئيس جمهورية أنا ذاك اللي امبارح نفى أي مسؤولية له عن الموضوع، بوجود بعض الموظفين بالسفارة الأمريكية، الصور منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم. هودي ما بيتحملوا مسؤولية هذا الجرح اللي خلفوا وراهن؟ هيدي الجروح مين بيتحمل مسؤولية؟ رئيس الجمهورية السابق ميشيل سليمان أنه ما فيكم تلوموني، أنا بسنة اللي بقابل 2014 كنت بطلت رئيس جمهورية، أنا فليت من أيار 2014 وهيدي أنتم تحملوا مسؤوليتكم مش أنا. مزبوط، ما هي داعش بجرود عرسال موجودة من 48 فاتت مع الفلسطينيين، مش بعهده هو فاتوا الدواعش؟ مش هو اللي كان فاتح مرفق طرابلس لكل انواع الاسلحه لتفوت لداعش والنصره على سوريا؟ كمان قال لنحط وجهه نظره يعني بالنقاش، هو قال انه وين ما وجه بارهابيين هو اخذ قرار بالمواجهه. وين يعني اخذ قرار اقل له بعبره؟ هو قال انه بمعركه عبره هو كان رئيس جمهوريه وازيل المربع الامن التابع للاسير على ايامه. اذا عم يتبنى هو معركه عبره، بنقول نحن الله يطول بعمر شامل روكوز هو اللي طفى تليفونه وقام بمعركه عبره. هذه بشهادة الأسير ذاته بتحقيقاته بالمحكمة العسكرية، هذه بشهادة ظلم الأسير اللي كان فوج المغوير عمي، بشهادة أهل المنطقة أنا ذاك. وبدنا نفوت عليه أكثر من هيك، إذا عم يتكلم بعبرة حتى معركة نهر البارد مش هو اللي أخذ قرار فيها، معركة نهر البارد اللي أخذ قرار فيها وكان معروف موقفه ما بده إياها ميشيل سليمان، اللي أخذ قرار بمعركة نهر البارد هو الله يرحمه الجنرال فرانسوا الحاج. وكرمل هيك ما سكت على الارتكابات اللي صارت وعلى الصفقة اللي تمت واجت بقائد الجيش أنذاك رئيس الجمهورية، كرمل هيك اغتيل واستشهد فرانسوا الحاج الله يرحمه، الله يرحم الأبطال ويطول بعمر الأبطال الموجودين اليوم. أي معركة وفات فيها؟ ما البلد فلتين كان، ما البلد كان اللي الإرهاب اللي بده عم يفوت عبر مطار بيروت، عبر مطار بيروت وصولا من تركيا، وكانوا عم يجمعون بالباصات وينقلون على سوريا ظنا منهم أنه نظام بشار الأسد بده ينتهي بعد بضعة أسابيع وهني رح يقطفوا الانتصار ورح يحكموا. يعني هيدي اليوم ما عادش نمرق على حدا، هودي مش تحليلات، هودي معلومات صاروا موجودين حتى عندكم بوسائل الإعلام، هودي كلها موثقة. هيدي اللي عم نحكي نحن هلأ عن مرفق طرابلس وغيره هيدا كله موثق. ليش خير الله اثنين كما شو بطرابلس جيش لبنان وين الأسلحة؟ لطف الله اثنين عوزن خير الله قريبي. المهم وين صارت؟ مجد ترك القضاء العسكري ورجعت كفت في الطريقة. مين كان وقتها رئيس جمهوري؟ كمان ما كان حاضرته. مين كان؟ فؤاد شهاب. نحن ننصح الرئيس سليمان يطلع التقاعد عن جد
ويرتاح ويريح البلد. واليوم في عندنا رئيس اسمه ميشيل أنخل يدير الأمور، حاجة يبرروا أخطائهم، لأنه برأيي هذا الشيء عم ينعكس سلبا عليهم أكثر ما كان منعكس سلبا. يعني لازم مستشارينه ينصحوا أنه يبتعد عن السياحة السياسية، خلي الشعب ينسى. لما تترك أنت ذكرى سيئة عند الآخرين، ترك الشعب ينساك. هلا أشوف هو بيكون متفرغ كليا، قالوا لي، لوسائل الإعلام، وبيشوف كل واحد بيحكي كلمة، عبكرة بيرفع دعوة مثل ما كان يرفع علينا سابقا، كل واحد بيحكي كلمة، صار هو تشهير وغير تشهير، ويعني شوف قديه هو حساس لكرامته الوطنية. على كل حال رح نتابع بموضوع المسؤولين اللي عم يطلعوا يصارحوا، أو اللي رح يطلعوا يصارحوا مثل ما ذكرنا. بس خلينا قبل نرجع نحن وياك نحضر كمان المقتطف الثاني لشقيق الشهيد علي المصري، كمان شو قال ضمن برنامج أجندة صباح اليوم من علي عليه. بس الأمن بيطالب وجهي، أنا ببصم بالعشرين إنه إيه بدي يتعاقب جان أهوجي. ما تعاقب جان أهوجي إلا مش نهار يطلع قدام حدا من بطل مصري، يطلع ابنه حدا من بطل مصري، مثل ما بكى أولادنا، مثل ما بكانا وجرحنا نحن بدنا نبكي ونجرحه. كأنه في تهديد مباشر، يعني تهديد مباشر لا جان أهوجي. طلع ابنك قدامي بتعتبر حالك بكيت علي، طلعت مرتك بدك تبكي عليها، طلعت بنتك بدك تبكي عليها. بس نحن هلأ الأمر نطرين، وقلت لك بلتزم ما بحكي معهم طالما الإجراءات أخذها جوزيف عون قائد الجيش وميشيل عون. نعم، ثقة كبيرة بقرارنا أكيد. وقت بدي أقول إنه أنا ما طلع بإيدي شيء، إنه عائب جان أهوجي، ساعتها الحق نحن نغدر باسمه وباسم العائلة. عم بحكيكي، أبو طائية بيتحمل مسؤولية، وولاده بيتحملوا مسؤولية، أبو عجيني بيتحمل مسؤولية، وولاده بيتحملوا مسؤولية. على بكرة ما نعمل شيء شغلة يصير يقولوا ليش ما قال وغدروا. أنا مش من نوع البغدور ولا من نوع، أنا من يوم تسربت صورة ساعة اللي قال هيدي الصورة، هيدي الصورة، هي الصورة الوحيدة اللي كان يلي حصلتوا عليها من عند أيوة. أنا هيدي الصورة بدي أقول لك إياها بس توضيحات قبل ما تتسرب. هيدي الصورة قبل بيوم حكي معي خيي، لازم ما شفت الصورة، قال لي يا أخي حاجتي تعذب. وحاج كنت وقتها خاطف جديد، خاطف 2 من عرسيل، قال لي حاجتي تعذب، دير لي بالك على الأولاد، دير لي بالك على أمي وطاول الأمل. بيسمع التليفون بيوقع من إدنه على الأرض، بيقول له واحد أنا هيدي كان إله شي 7 أشهر تقريبا، 6 أشهر 7 أشهر هيك شي، بيوقع التليفون على الأرض، بيسمع واحد بيقول له أنا هيك قلت تقول لخيك، قال له أنا هيك قلت له. نعم. تاني يوم تسربت هيدي الصورة، بعدت لهم إنه خيس أشهد. أنا من وقت أنا عارفين، قلت خلص روحوا. كل ساعة 5 الصبح شي بيدق لي بيع شي، بيقول لي انتظر مني صورة من الواتساب، بدي احط لك راس خيك على عصاي وابعت لك اياها. قلت له يحرق الدين اللي بتصلي له، سكرت الخط وفي معي يوم تسجيلات صوت. يعني انتوا عارفين تقريبا من 2015 انه هن مستشهدين. هلا بصراحه انا عارفين من يوم انقطع التليفون، عارفين انه ايه استشهدوا اول مره بيالو. نعم، انه معي تسجيل صوت، مش لا معي تسجيل صوت لخيي، حسنين تسجيلات صوت لخيي، وفي تسجيل صوت بده تغذي، في تسجيل صوت بده البسه، وكله ابعث له اياهم. ابعثوا له اياهم، ابعث له اياهم، وابعث تشريجات، ابعث تشريجات للتليفون، وما حطهم بالجو لجان قهوه تمام سلام. وانت بتعرفي والعالم بيعرف انا ما كنت روح لعندهم، رحت لعندهم مش وراين تاكيديه، وما عدتش رحت لعندهم. يعني مجددا كل ما نسمع تصريح او من احد الاهالي بنسمع خبريه جديده. يعني عم هلا مثلا معلومه سمعناها ببرنامج أجندة الصبح، بس عم نرجع نحطها نظرا لاهميتها هلا، انه سمع على التليفون وقدر انه خيه استشهد من وقت الاتصال. صحيح، والدوله هون ما كانت عم تتابع معهم، لاحظت انه بعاد هني عن اجواء الدوله، ما كانوا هني لوحدهم عم يتعاطوا لوحدهم، بينما كان لازم يكونوا مرافقين هني ليلا نهارا من قبل الدوله اللبنانيه، لانه عرفانين داعش عم تتصل فيهم والاسرى عم يتصلوا فيهم. على القليل لازم يتعقبوا مصدر الاتصالات من اي مطرح. هيدي الامور اليوم صارت سهله على الدوله إذا بدأت تبعها. أي محاولة لتحرير المسار صار محاولات سياسية، ومعروف داعش بتقتل أسرها. هني عم بيقولوا أنه عهد الفراغ، بس ما بعرف المؤسسة العسكرية هني بيقولوا أنه تفادوا الفراغ من خلال تمديد ورا تمديد ورا تمديد، أنه التمديد ما أنقذ العسكريين. ليك استاذ جاد، لحتى نكون صريحين، لانه اليوم هذا الموضوع حساس وما بيحمل مسايرة سياسية. إذا كان شخص بموقع المسؤولية وارتكبت بحق جنوده هيدي التفظيعات
والقرار السياسي منعه حسب ما بيقول انه يقوم باي مبادره لتحريرهم، كانت استقالته مقدسه ساعتها، وبوقتها كانت الاستقاله بتدل على انه هو رافض هذا الواقع. اما قبول الامر الواقع والدخول فيه والاحتفال بعدين باحتفالات التجديد وما استتبع التجديد المذله للمؤسسه العسكريه برايي، هذا الشيء كان مأذي كثير بحقه هو للشخص ذاته وبحق المؤسسه العسكريه. غير هيك ما ولا يمكن اهالي الشهداء وحتى الشعب اللبناني يقتنع بغير هذا الكلام. انت ما استقلت، انت قبلت بالامر الواقع. طيب سؤال كمان دكتور جورج حرب قبل نفوت على فاصل إعلاني، يعني بيخطر على رأس كتير من الناس، أول شيء ليش دايما بينجح أحد الأفرقاء أنه يعمم؟ يعني بمجلس الوزراء اللي كان قائم آنذاك مش كل الناس كانت على نفس الموقف، في ناس كانت بدأ أنه الجيش يتحرك، في ناس كانت ضد أنه الجيش يتحرك. هلأ الأكثريات والأقليات أكيد تلعب دورة آخر شيء، وبنعرف كيف كان الظرف السياسي، بس ليش اليوم حتى عم نسمع بعض الأصوات اللي عم بتقول إيه أنه الكل كانوا بالحكومة، حتى سمعنا الرئيس نبيه بري قال هاي الحكومة هي نفسها مثل هيديك مع تغيير كم وجه. يعني ليش هيدي السياسة دايما عم تنجح أنه ترجع تفرض حالها؟ للتعمية على الرأي العام اللبناني، لحتى يتجرب الرأي العام اللبناني. مواقف الحكومة اللي كانت آنذاك، موقف مثلا التيار الوطني الحر كان مع الدخول إلى عرسيل، كان داعم لأنه الجيش يتحرك فورا للدخول إلى عرسيل. بعتقد حزب الكتائب وقتها كان أيضا داعم للدخول إلى عرسيل. حزب القوات اللبنانية ما كان بالحكومة بس كان داعم بالإعلام. حزب الله كان وزراء داعمين للدخول إلى عرسيل، إنما الأمر كان بمكان آخر، كانوا عم يأتمروا ببعض السفرات. هي ذات السفرات اللي حاولت مبارح التأثير على المجلس الأعلى للدفاع. إنه في بعض الأحزاب، نحن ما بدنا نفوت اليوم بتسميات، بس في بعض الأحزاب يعني يمكن أفضل كان ما تصرح عن موضوع عرسيل نظرا لمواقفها السابقة. ما رح نفوت بهذا التفصيل اليوم، بس افتكروا إنه إذا صرحنا عن موضوع عرسيل من بين إنه إحنا كنا مع دخول الجيش إلى عرسيل، ولكن صدقني مش أهل الشهداء، مش الحاج حسن، مش المصري عرفانين كل موقف كل وزير جوا شو كان. وبرجع بقول لك كانوا عم يأتمروا بالسفرات بإحدى السفارة الأمريكية، هي هن اللي منعون إنه يقوموا بأي حركة العسكرية لأنه كانوا حاميين داعش. وهي ذاتك حاولت تأجل معركة الجيش بفرج الجرود، اليوم المعركة سنة، طلب من الجيش تأجيلها سنة، ولكن فخامة الرئيس ميشيل عون وهيدي معلومة رفض تدخل السفارة الأمريكية بقرارات المجلس الأعلى للدفاع، وأصر على الجيش اللبناني إنه يقوم بالمعركة بأسرع وقت. على كل حال سيد حسن نصر الله حكي إنه حكي فيها عن هذا الموضوع إنه كان بدهم يأجلوا المعركة 100% المعلومة صحيح. بس كمان الموضوع اللي حكيناه عن أهالي العسكريين كنا شدناه قبل بأسبوعين، يعني نفس الشيء الجيش اللبناني انتصر بمعركة فجر الجرود بدل ما يكون كل الإعلام مسلط على تكريم الجيش وتأييد الجيش والاستفادة وأخذ العبرة للمرحلة الجاية كيف لازم عمل مع الجيش. صار الموضوع انه حزب الله هرب داعش او ما هرب داعش وعمل صفقه مع داعش، واخر شيء رح تطلع انه حزب الله وداعش هن مثل ما بيقولوا وجهان لعمله واحده. يعني هل في تقصير من فريق معين ام انه في فريق تاني ما عنده لا شغله ولا عمل غير انه يشوه ويصور على ذوقه؟ بقول لك شغله استاذ جاد، وسائل الاعلام اللبنانيه المتلفزه والمسموعه وحتى المكتوبه كانت متابعه بشكل رهيب لمعركه جرود عرسيل اللي قام فيها حزب الله ضد النصره. نعم. اما معركه فجر الجرود للجيش اللبناني لانه ما كان في رضا من الامريكان عليها، طلب من بعض وسائل الاعلام المرئيه من بعض التلفزيونات والمحطات انه ما تواكب هيدي المعركه لانه كانوا هن طالبين تاجيلها، والتزموا بعض الاذاعات بهذا الامر. ويمكن اذا بتشوف اذاعه كانت واضحه على كل حال، يعني انا بشهد على شغله انه اول يوم المعركه فكرت انه معقول نحن مغلطين مش هلا المعركه عم تصير نحن طالعين هوا وغيرنا مش طالع. طلبوا منهم التعتيم على هذه المعركه، وبعد ما خلصت المعركه وانتصر الجيش اللبناني فوتون بمعمع انه نحن ليش ما قضوا على داعش وليش تركوها تفل. واليوم الكل بيسال ليه الامريكان محاصرين هذه القافله بالصحراء السوريه ومش عم يتركوها تكفي. هن ما بدهم يروحون ولا بدو اياهم يوصلوا لدير الزور ولا ادلب، هن بدو اياهم يرجعوا على عرسيل يقاتلوا. كرمال هيك مسكرين لهم الطريق. كل اليوم الاعلام اللبناني عم يسال ليه الامريكان محاصرينهم، شو في معهم؟ بدو اياهم يرجعوا لانه هن من الاساس ضد. نعم، بيقولوا انه هن ما عم بيقصفون لانه احتراما للقانون الدولي ومراعاه لحقوق الانسان، في معهم اولاد، في معهم كثير منيح، وتركهم يمرقوا فازا، يتركهم اذا محترمون هالقد حقوق انسان يتركهم يمروا. أي حقوق إنسان؟ الأمريكان عندهم حقوق إنسان، هن اللي قتلوا 160 ألف قتيل بإنبليت هيروشيما بفرد نهار. أي حقوق إنسان؟ هذه بتغنوا فيها داخل أمريكا أوه في حقوق إنسان، بس بقية الشعوب ما في أي، مثل سياسة الإمبراطورية الرومانية في مواطن روماني ومواطن غير روماني. فأمريكا خارج الولايات المتحدة ما عندها حقوق إنسان، داخل الولايات المتحدة مثل الأوروبيين عندهم حقوق الإنسان واحترام الفرد. على كل حال دكتور حرب نحن بعد الفاصل رح نكمل نحن وياك، بس رح نحكي أكثر عن المواضيع الداخلية، مصير الانتخابات الفرعية، الانتخابات العامة وبعض الملفات الأخرى. مشاهدينا فاصل ونعود إلى حوار اليوم.
مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم من جديد بهذه الحلقه من حوار اليوم. ذكر ضيفنا الاستاذ الجامعي دكتور جورج عيد حرب. دكتور حرب اهلا وسهلا فيك مجددا بحوار اليوم. القسم الثاني مثل ما قلنا راح نخصصه لبعض الملفات الداخليه المهمه، يعني ما لنا سنويه بس اكيد موضوع استشهاد العسكريين بيطغى على معاده. خلينا نبلش من موضوع الانتخابات الفرعيه يلي هي كان يعني قبل كانت المقوله انه الانتخابات الفرعيه ستجرى خلال شهر ايلول. اليوم ما في ولا اي مؤشر على هذا الموضوع باستثناء المواقف السياسيه اللي عم نسمعها من بعض الاطراف يلي عم الطالب والأخرى اللي عم تشكك بهذه المطالبة. برأيك رح تصير الانتخابات الفرعية أو ما في نية لإجراءها؟ فكرة الانتخابات كلها الفرعية وحتى الانتخابات العامة في عليها علامة استفهام، لأنه حتى العامة رح قلك ليش البرهان، لأنه من الأساس صار تمديد سنة للمجلس النيابي سنة وكم شهر، لأنه بدون يعملوا البطاقة الممغنطة. بعد لليوم ما في أي خطوة عملت للبطاقة الممغنطة، وآخر اجتماع كان للجنة الانتخابية كان عم يبحثوا أنه بركي منستبدلها مبارح، منستبدلها عم يقول وزير الداخلية منستبدلها ببطاقة الهوية. طب ليه التمديد صار سنة؟ تاني شيء بالنسبة للانتخابات الفرعية، نحن بدنا نفهم شغلة، نحن بدولة مؤسسات والقانون. القانون بيقول بعد شغور أي مركز نيابي أي مقعد يجب على الحكومة أن تدعي الانتخابات الفرعية بمدة لا تتجاوز بالحد الأقصى شهر، وبالتالي نحن إلا إذا حصل الشغور بآخر 6 شهور من ولاية المجلس، وهذا منه ما بينطبق على الوضع على مش من طبيعي ده. كرمال هيك يجب على الحكومة أن تدعي الانتخابات فرعية. هلا بتقلي طيب مين بالحكومة المتضرر من هذا الأمر؟ بكل صراحة المتضرر من هذا الأمر هني تيار المستقبل، لأنه أي انتخابات فرعية بطرابلس تأذيهم، أي انتخابات فرعية بطرابلس بتفرجي التراجع الحاصل بكمية الأصوات اللي أخذوها بين 2009 وبين اليوم. طيب ليش هذه المقولة هالقد دارجة إذا بدنا نسميها؟ إنه كل الناس بتحكي تيار المستقبل متراجع ماليا وشعبيا وهون وهون، ما بقى أنت اللي يعني البيئة الحاضنة لتيار المستقبل بالمنطقة عندكم فوق بزحلة والبقاع الأوسط، أنت شايفها أنه جنحت باتجاهات أخرى؟ يعني هلأ الأولى اللبنانيين السنة بالمنطقة عندكم فوق صاروا كلهم مع عمر كرامي مثلا؟ لا مش أو مع عمر التنظيم الشعبي الناصري؟ مش مع عمر كرامي، ولكن مع عفوا الوزير فيصل كرامي، الله يرحم رئيس عمر كرامي، الله يرحمه ويرحم رشيد كرامي. ولكن اليوم المنطقة فوق سنيا ما في أشرف ريفي، بينما بطرابلس في أشرف ريفي اللي قدر يعمل حالة سياسية، ما أخذ ربح بلدية طرابلس، ما تنسى ربح بلدية طرابلس ومقابله بالخصم وبالانتخابات كان تكتل بين الحريري ويعني تيار المستقبل والمئاتي وكلهم ضده كان، وبالتالي هون تعمل علامة استفهام كبيرة بالانتخابات النيابية. كرمال هيك بعتقد أنه في هروب، إلا ليه ما عم يعملوا انتخابات فرعية؟ حدا بده له مقعد نيابي بيقول ما بديه، لانه في شيء بده يصير انه الارقام بدها تنزل. بس شو رح يتغير من ايلول 2017 لايار 2018؟ يعني 5-6 اشهر رح بهالسنه 5 اشهر رح يعملوا الفرق ويرجعوا لل 70% لدى الناخب السني. اذا عم تحسب بسبعة اشهر ما بيصير شيء باحدى الدول الاوروبيه او باحدى الدول العالم الاول، اما ببلد مثل لبنان سياسيا فيها الترهل للاسف 6 اشهر بيعملوا كتير. ممكن السياسي الإقليمي تأثر كتير على بعض الترشيحات، على بعض الفعاليات الطرابلسية اليوم بعدها عم تقدر تحرك سياسيا. بعد 6 أشهر ممكن دورة انتهى، ممكن يجي إعاز خارجي أنه ما ترشح للتيار المستقبل، ممكن كتير إشياء تصير. أما البعض يعني بتأسف اليوم أنه بعض الأشخاص عم تنظلم بتأجيل الانتخابات الفرعية، مثلا مثل العميد شامل روكز وترشيحه بكسروان اللي هو بده يترشح على المقعد اللي خسرناه من جراء انتخاب الرئيس، ميشيل عون رئيس الجمهورية، وبالتالي هون شبه مؤكد كان له، يمكن بيطلع بالتزكي، واللي بيترشح ضده بيكون فقط لتسجيل بعض النقاط السياسية مش أكتر أو المواقف السياسية. مع أنه يعني مناوئي التيار الوطني الحر بيقولوا غير هيك، بيقولوا أنه التيار الوطني الحر كمان عم يهرب من الانتخابات لأنه خايف من نتيجة كسروان. مناوئي التيار الوطني الحر بال2005 قالوا انتهى التيار الوطني الحر وما رح ياخد شيء واخد 73%، بال2009 مليار دولار دفعت سعودية بلبنان لكسر ميشيل عون، وبالتالي رجع أخذ معركة المتن الفرعية ضد كميل خوري. نتذكر نحن رئيس جمهوري سابق كان مرشح واندفع فلوس كتير يعني ما يقارب 300 مليون دولار ورجع ربح التيار الوطني الحر، واليوم كمان أفلس التيار الوطني الحر. يعني كيف عم بيحسبوها اليوم؟ إذا الخيارات الاستراتيجية ربحت معهم والخيارات التكتيكية الداخلية ربحت معهم، إنه الشعب مش عم يطلع مش عم بيشوف معركة فج الجرود. يعني ضروري إذا مثلا رئيس جمهوري ما عنده ماكينة إعلامية تقدر تفرجي إنه هذا إنجاز للعاد، أو ما بده ما بيهمه الصامت الأكبر يعني بسميه، بالتالي هذا الشعب اللبناني ما عم يشوف انه هذا انجاز. شوف الفرق من سنتين كيف عم يتعاطوا كانوا رئاسة الجمهورية والجيش مع هيك معارك، واليوم كيف عم يتعاطوا اساسا بكل الملفات. الشعب بحاسب
بالعكس كل الإحصاءات بتقول إنه طالعة، وخاصة مع العميد شامل ركز. إذا هني الشعب بيحاسب ولا كلهم يعني كلهم؟ نرجع لكلهم يعني كلهم، سألتك عنها من شوي أنا. كلهم يعني كلهم ما هي كلمة كلهم يعني كلهم هي اللي قضت على الحراك المدني، هي اللي روحت الحراك المدني. إذا بعدهم عم يستعملوها هلأ يعني هني عم ينتحروا. كيف كلهم يعني كلهم؟ بالبلد في فاسد وفي نظيف، في ناس بتتاجر في ناس ما بتتاجر. ما عم نخبرهم كنا انه السفارة الامريكية حاولت تضغط على رئاسة الجمهورية بمجلس الدفاع الاعلى لتأجيل معركة الجرود سنة، ورئيس الجمهورية رفض هذا الامر. اي مصلحة شخصية بتكون لإله؟ اي مصلحة شخصية بتكون لإله عم يشتغل فيها؟ ما عم نشوف نحن الزيارات الخارجية انه مثلا الرئيس الامريكي لحد هلا رئيس جمهوريتنا بعد ما شافه او مش عم يقدر يركبوا له موعد فريق العمل مع رئيس جمهورية امريكا؟ لا، لانه مواقفه مش منسبتهم. واكبر شرف لنا نحن انه مواقف فخامه الرئيس ميشيل عون لا تتطابق مع الاجنده الامريكيه بالمنطقه. هلا ما بعرف الموعد يعني شو قضيته، بنترك لفريق عمل فخامه الرئيس هو يحدد هذا الموضوع. بس لنحكي يعني عن موضوع الانتخابات الفرعيه اللي بلشنا فيه القسم الثاني من هذه الحلقه، والانتخابات العامه. اليوم شفنا من يومين ثلاثه بتصور نائب سامي الجميل قدم وجه سؤال للحكومه انه ليش ما عم تعملوا الانتخابات الفرعيه التزاما بالدستور؟ غير افريقيا شو عم يعملوا؟ التيار الوطني الحر يلي هو جزء اساسي بالحكومه ورئيس الجمهوريه ومنبثق من التيار الوطني الحر بشكل اساسي، مش لازم يعلي الصوت اكثر او كيف اللي عم يعملوا اليوم بجلسه الحكومه؟ التيار الوطني الحر رح يقدم اقتراح عن جديد لتامين الانتخابات الفرعيه اليوم. ومره الماضيه كان موقفه ايجابي، ولكن التصويت بتعرف بالتصويت وين بتروح الامور. واليوم حاملين ايضا هن عم بيقولوا كل مره انه مش عم نوصل بالنقاش اكيد التيار الوطني الحر عم يطرح دائما. وزير جبران باسيل مرة الماضي هو حط موقف صح على تويتر حتى ليشدد على هالنقطه انه هو طالب خلال الجلسه بالموضوع، واليوم رح يطالب. بس السؤال انه يعني لاي متى رح يضلوا يقولوا ما وصلنا للنقطه بجدول الاعمال؟ ما بدهم يعملوها، ما رح يوصل للنقطة، ولو وصلوا للنقطة ما بدهم يعملوا. من خارج جدول الأعمال حتى عم بيقولوا الوقت ما عم يسمح نطرحها حتى من خارج جدول الأعمال. أنا قلت لك وين المشكلة، المشكلة إنه اليوم نسب الأصوات اللي رح ينالها تيار المستقبل بطرابلس إذا نجح بدها تدل على إنه ما عنده أكثر من نص الشارع السني، وهذا الشيء بيأثر كثير على حركته الداخلية وعلى رئاسة الحكومة المقبلة. هذا الشيء بهالست أشهر بيصير تغيرات كثير. أساساً الانتخابات النيابية وقانونها والانتخابات النيابية العامة المقبلة علينا في علامات استفهام كبيرة عليها، لأنه الصوت التفضيلي عامل الخربطة بالبلد. أنا أعتقد أنه هذا القانون الانتخابي بعد سيتعرض للكثير من التعديلات لكي تسير به هذه القوى السياسية المختلفة. بعد قدرين يعدلوا يرجعوا عن الأمور الأساسية؟ بتعرف أنه ما فيش ولا فئة سياسية بالبلد اليوم عارفة شو بده يطلع له عدد نواب وشو بده يطلع مستقلين. قبلوا بالقانون لأنه فخامة الرئيس ضغط رئيس الجمهورية وضغط العهد أنه أنا بدي قانون انتخاب، وكانوا عم يطالبوا القوى بعض القوى آنذاك بالقانون الأرثوذكسي. بقانون الأرثوذكسي أو التأهيلي، القانون التأهيلي واللي هو ما بيختلف كتير عن الأرثوذكسي. فلا يهربوا من الأرثوذكسي أقروا قانون النسبية على أساس 15 دائرة، وتم تعديله باللحظات الأخيرة إذا بدك، وفوتوا الصوت التفضيلي. هذا الصوت التفضيلي ما في قوى سياسية اليوم بالبلد عارف شو بده يطلع لنا نواب. بالانتخابات اللي جاية في ناس بدها تسقط بالانتخابات مش هتعرف ليش رسبت، بدها تلاقي عدد أرقام اللي نالتها بالتصويت كبير كتير، ولكن على بتطبيق مبدأ النسبية بدها تلاقي حالة صعبة. هذا طبيعة إنه انتخاب جديد. هذا طبيعته. فهل أنت يعني أنت ممكن تقتنع معي إنه القوى السياسية اللي اليوم 4-5 أشخاص حكمين البلد بتشيل أكيد فخامة الرئيس لأنه هو حكم، وبالتالي هودي ممكن يفوتوا بانتخابات مش عارفين شو بده يضللهم فيها من عدد النواب اللي لقطين فيه المجلس النيابي وبالتالي الحكومة والبلد؟ بعتقد إنه قانون الانتخاب لحتى يتطبق والانتخابات المقبلة في أشواط كبيرة متعبة وصعبة لحتى يقدر يمرق عملية الانتخاب. هون بيرجع تعويلنا على فخامة الرئيس انه يضغط مثل القوات اللبنانيه. يعني اليوم كنت عم بقرا بعتقد من امبارح بحلقه تلفزيونيه الوزير ملحم ريشي عم بيقول الانتخابات النيابيه العامه ستجرى في ايار الا اذا وقعنا في حرب. على شو مستند؟ ما بعرف على شو مستند. ليش نحن مش واقعين بحرب اليوم؟ ما نحن امبارح عم نقول اذا صار في حرب داخليه او حرب خارجيه على لبنان، يعني قصده يقول انه الانتخابات ستجرى. بعتقد انه كمان القوات اللبنانيه محمسه للانتخابات النيابيه، والقوى كل شخص مؤمن بالديمقراطية بلبنان محمس لدي الانتخابات، ولكن إذا بدهم يلغوها أو إذا بدهم يأجلوها بعد تأجيل هنالك مبررات كبيرة، مبررات الحرب غيرها، ما في شيء ممكن يستدعي تأجيل الانتخابات. هم بدك تشوف شو التركيبات اللي جاية وشو العلاقات الإقليمية وشو قرار الإقليمي والقرار الخارجي. هل بدهم انتخابات بلبنان يشيلوا أكثر من 30% من المجلس النيابي؟ مش عارفين وين بيصوت. ما اللعبة هيك مضبوطة.
هل ممكن يقبلوا بالديمقراطية تفلت الأد بلبنان؟ هذه كلها علامات استفهام مش يقينية، ولكن هي علامات استفهام بحاجة لبحث جدي من بعض القوى السياسية بلبنان. هل هني بدهم انتخابات؟ طيب بهذا المشهد كله أين تصب التغريدة الشهيرة للوزير السعودي تامر السبهان؟ الإنجاز حزب الله حزب الشيطان، وعلى اللبنانيين أن يأخذوا موقفا من هذا الحزب. أولا خلينا نبلش بالمبدأ، لا يحق لأي وزير خارجية حتى إذا كان صيني أو أمريكاني أو كوريا الشمالية أو سعودي أو إيراني، لا يحق له أن يأتي إلى لبنان ويصرح هكذا تصريح بعد اجتماعه بعدة شخصيات سياسية لبنانية ولا يمر على فخامة رئيس الجمهورية. هذا أمر بنقدر نفهم منه نحن بث الفتنة في لبنان. هذا التصرف السياسي المدفوع خارجيا برأيي إجا ردة فعل على تحرير الجرود، هي ردة فعل على انتصار المقاومة بمعركة جود عرسيل، هي ردة فعل على فجر الجرود وانتصار الجيش اللبناني على داعش بجرود رأس بعلبك والقاع. هيدي ردات الفعل ما بتستاهل نحن انه نكون نحن عم نعقب على هذا الكلام او يكون في ردات فعل سياسيه داخليه. ليش الهدف منها ليش لو بدي اقطعك هون قبل ما نكمل الفكره الاساسيه، انه ليش بدها تكون السعوديه مزعوجه من انتصار الجيش اللبناني بمعركه فجر الجرود بوقت انه رئيس الحريري مبسوط؟ ما يا السعوديه مع الحريري يا السعوديه ضد الحريري. يا استجاد يا استجاد، لا ما برايي واضحه كثير الصوره. في اثنين يوم هل انا وياك بنلاقي هالضيعه؟ برأيك أنت في اثنين مختلفين على بالعالم على رأي أنه السعودية هي من الممولين الأساسيين لدولة داعش، للدولة الإسلامية بالعراق والشام؟ هل في اثنين مختلفين أنه الدول الخليج هي اللي مولت داعش؟ مش بس السعودية، في غيرها كتير، وكانت تركيا فايتة باللعبة، ما حدا مختلف عليهم هودي. فبالتالي لما بتشوف داعش عم تنضرب بكشوف سعودية مزعوجة. الفرق بين انزعاج السعودية ورياحة الرئيس الحريري، إذا بدنا نحكي عن شخصية سعد الحريري مش كرئيس حكومة لبنان، هو شخص جيد، هو شخص يؤمن بالديمقراطية، هو ابن رفيق الحريري بالنهاية، هو باني لبنان الحديث إذا بدك من ناحية الإعمار وبعده عن الانويتار والطائفية وبعده عن السلفية والوهابية وكل هذه المدارس التترية برأيي. اليوم سعد الحريري يؤمن بالتعايش في لبنان، ولكن لديه ارتباطات خارجية مثل كل المشاكل اللي عم يقعوا فيها بعض السياسيين اللبنانيين، ارتباطاتهم الخارجية ما عم يقدروا يعملوا لها تصفي إذا بدك بما يتناسب مع المصلحة الداخلية اللبنانية، بفوتوا القرارات المناسبة ويرفضون الغير مناسبة، عم يفوتوا كل القرارات. هيدي المشكلة تبع السياسيين اللبنانيين وارتباطهم بالخارج لنابع أساسا من خوفهم الداخلي. نعم. شوف لبنان بلش معنا نحن من انتصار سليم الأول على المماليك من 1512 وتولية فخر الدين، وبعدين إجا يعني المعنيين، وبعدين إجوا الشهابيين، وبعدين رجعنا للنظام القائم مقاميتين والمتصرفية ودولة لبنان الكبير مع الانتداب الفرنسي، وصولا للدولة الحالية 43 اللي نناها نحن اليوم. ولا مرة اللبنانيين كانوا عايشين إذا بدك الوئام، ولا مرة كانوا عايشين الثقة بالآخر، خوفهم من بعضهم، اللي تسقطهم ببعضهم بخلون يلتجئوا لدول خارجية وسفارات خارجية، وهذا الموضوع بيسبب فتن داخلية لأنه الخارج دائما مختلف وبيكون لبنان تنفيسي للخلافات الخارجية. هيدي مشكلة لا يجب على اللبنانيين أن يتأثروا لا بالإيراني ولا بالسعودي. علي أن أنال من السعودي الاستثمارات، علي أن أكون على أفضل علاقات مع السعود المملكة العربية السعودية، ولكن على شرط لا تسبب لي فتنة داخلية في لبنان. ونفس الأمر بالنسبة لإيران، ونفس الأمر بالنسبة للدول الأوروبية والأمريكية. هل أتصعب اللبنانية يطبقوا هذا الأمر؟ خلينا نلاقي قواسم مشتركة، مش إذا طلع عباله أي سفير دولة عربية اليوم بيجي على لبنان بيسبب فتنة بلبنان. نعم. بكل الأحوال حركته مضبوطة ولن يصل إلى أي نتيجة برأيي. يعني صار في مناعة داخلية برأيك أمام كل هذه الأمور؟ في مناعة داخلية لأنه بلبنان، يعني بغض النظر نحن مش عم نجرب نفسر موقفه بطريقة سلبية أو إيجابية، نحن عم نقول أنه هيك موقف لافت. هل في مناعة داخلية تحول دون استغلال هذا الموقف لخلق توترات أو فتن جديدة نحن بغنى عنها؟ أستطيع أن أجزم لك أنه ما في أي طرف سياسي بلبنان اليوم بده حرب، لأنه الحرب مدمرة للجميع. ولكن هيدي الأطراف السياسية ما بيكفي أنها تقول ما بدي حرب، يجب أنه تخلق مناعة سياسية. بعدنا عم نحكي عن موقف فخامة الرئيس لما الأمريكان تمنوا عليه أنه يأجل معركة الجرود القاع وراس بعلبك مع الجيش سنة، رفض هذا الأمر. هذا الأمر قال له ما بيتناسب مع الواقع العسكري الموجود عندنا، ما في استنزف الجيش سنة فوق، مع أنه وعدوه بالأمتعة وعدوه بالمعدات اللي فيه يصمد الجيش سنة، رفض هذا الأمر. نحن هاي المواقف بدنا إياها مع التجديد، أنه بدنا أحسن العلاقات مع كل الدول العربية ومع الإيرانية ومع كل العالم، ولكن أنا بأخذ اللي بيناسبني.
مش على العميان، مش انا بنفذ كل الاوامر الخارجيه، هي هم نفذوا الاوامر الخارجيه وتركوا الاسرى الجيش مع بالجرود مع داعش. ليش لوين وصلنا؟ لانه ما قدروا يرفضوا اوامر امريكيه انذاك. كان بيكفي يقول قائد الجيش انذاك انا ارفض هذا الامر وانا اريد تحرير العسكر واعملوا اللي بدكم اياه. هلا صعبه. لنبقى بموضوع الانتخابات النيابية بعد معنا 5 أو 6 دقائق قبل نهاية الحلقة. خلينا نحصر الموضوع بزحلة، الانتخابات النيابية بزحلة على افتراض أنه رح تصير بأيار 2018. اليوم كيف الوضع؟ مين مع مين؟ مين ضد مين؟ عم نسمع كتير مواقف وانتقادات لبعض يعني حركة سياسية ديمقراطية طبيعية بزحلة. نعم. بيحبوا الحرية ومتنوعة الأراء السياسية بزحلة. وكل القوى الموجودة بلبنان على الساحة السياسية موجودة بزحلة اليوم، ما عدا الحزب التقدم الاشتراكي يمكن. وبالتالي الانعكاسات الخلافات على صعيد البلد عم تشوفها اليوم بزحلة، إضافة أنه في بعض أراء في مؤثرة بزحلة اللي ما فيهم يتخطوها، مثل رأي مطرانية زحلة الكاثوليكية، وفي رأي بعض العائلات التقليدية بزحلة مثل السيدة ميريا مسكيف. هلأ بقول لك اليوم مين متفق مع مين بزحلة والتوافق مع مين بده يكون والتحالفات، صدقني بعد بكير كتير لحتى ينحكى بهذا الموضوع. بيني بعض تقارب إذا بدك بين التيار الوطني الحر وبعض الشخصيات المستقلة الاقتصادية بزحلة، مثل ميشيل ظاهر وغيره. وفي بعض التقارب، بس ما في تقارب واضح بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية اللي كنا عم نحكي عنه بمراحل سابقة أنه من الثوابت، يبدو أنه بطل من الثوابت. بعتقد أنه ما في مصلحة للتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية أنه يكونوا بلايحة واحدة بزحلة، إذا على أساس النسبية والصوت التفضيلي له المصلحة. نعم. أنه كل واحد منهم يشكل لايحة وهيك بينالوا أكبر عدد ممكن من الأصوات. بس إذا هني بقدر أجزم لك يمكن أنه مش رح يكونوا عليها واحدة بزحلة، ولكن نعم. مثلا السيدة ميريا مسكيف والكتلة الشعبية وين بدها تكون؟ على أي لايحة؟ أو بدها تعمل لايحة ثالثة؟ طيب الفتوش مع أي لايحة بدها يكون؟ والقوات اللبنانية رافضين يكونوا على لايحتهم، ممكن يكونوا مع التيار الوطني الحر. طيب ما بيكون محرج التيار تجاه القوات اللبنانية؟ هل بده يعطي صوت تفضيلي للتيار؟ مخلوطة كتير الورق بزحلة بعد، وزحلة ما بكون عم زيدها إذا بقول إنه بتكون تدخلات كتير كبيرة لتركب لوايح انتخابية. نعم. فيه رح نرجع نختم الحلقة بسؤال عن زحلة، بس خلينا ننتقل للسراي الحكومة مع زميل جوزيفين ديب، لأنه في جلسة لمجلس الوزراء رح تطلعنا على أبرز تفاصيلها. جوزيفين يعطيك العافية. الله يعافيك جاد. شو هي أبرز المواقف قبل الجلسة وأبرز المواضيع اللي رح يتم تناولها داخلها؟ نعم، في الواقع اليوم الجلسة بدأت للتو على جدول الأعمال 44 بند. لعل أبرز البنود اليوم على طاولة مجلس الوزراء هو تعيين مدير عام جديد للتعاونيات في وزارة الزراعة بديل عن جلوريا أبي زيد. في الواقع هناك عدد من الملفات الإشكالية جاد، إن بدأنا من الاتهام السياسي الذي رافق مسألة معركة عام 2014 في الجرود، أو تغريدة الوزير السعودي تامر السبهان، أو مسألة بواخر الكهرباء وتقرير وزارة الطاقة لإدارة المناقصات، وأيضا مواقف الرئيس سعد الحريري التي أطلقها في فرنسا. كل هذه الملفات الإشكالية اليوم لن تطرح على مجلس الوزراء، ويبدو وفق معلومات للأو تي في أن هناك توافق سياسي على عدم طرحها، لأنه حفاظا على التهدئة في مجلس الوزراء، لسيما وأن هذه الجلسة اليوم هي عشية يوم غد يوم الحدث الوطني تشييع وتشييع الشهداء العسكريين. لعل أبرز المواقف التي أتت قبل دخول الوزراء إلى الجلسة أتت من الوزير الرياشي الذي قال أن القوات ستعارض تعيين بديل لجلوريا أبي زيد لأن في ذلك ظلما في حقها، وسنطرح اتفاق الجنود الذي حصل على طاولة النقاش لمعرفة حقيقة ما حصل. أيضا الوزير فناش قال إذا أردنا النقاش في معركة الجنود نحتاج إلى أكثر من جلستين لحلها. أيضا الوزير محمد فناش قال تعليقا على تغريدة الوزير السعودي السبهان، ما اسم هذا الشخص؟ وهذا طبعا في دلالة إلى أنه لن يطرح هذا الأمر. أيضا الوزير علي حسن خليل قال هناك حديث أن سلسلة الرتب والرواتب ستتوقف، ولكنني لست من سيوقفها، ومن واجبي أن أنبه كي لا يحصل خلل في التوازن. الوزير فرعون قال تعليقا على تعيين بديل لجلوريا أبي زيد، هناك كباش في مجلس الوزراء حول هذا الموضوع، والمرشح البديل من آل عون. الوزير بيير فول قال تعليقا أيضا على تعيين بديل لجلوريا أبي زيد، البند مدرج على جدول الأعمال وممكن التصويت عليه.
وزير الزراعة غازي زعايت رفض التعليق وهو المعني في هذه المسألة، رفض التعليق على هذا الموضوع مكتفيا بالقول عندكم بطاطا أو عندكم تفاح. الوزير المشنوق أيضا قال يعني موقف لافت حول الانتخابات الفرعية المفترض أن يتم إجراؤها، قال أنا قمت بواجبي ولكن على الأطراف السياسية أن تقوم بواجبها أيضا، وهذا الموضوع لن يطرح اليوم على طاولة مجلس الوزراء ولكنه سيطرح على في بعبدة. هذه أبرز المواقف اليوم التي صدرت عن الوزراء قبيل دخولهم إلى جلسة مجلس الوزراء. الوزير فينيانوس بعد عندي بس الوزير فينيانوس قال أيضا على موضوع تعيين شخص من آل عون ردا على الوزير فرعون الذي قال هذا الأمر، علما بأنه بعد ما عرفنا اسم الشخص المطرح تعيينه بديل هل هناك أحد من بيت عون بعد ما مرأ. إذن هذه هي الأجواء جاد، ولكن يعني هو بند تعيين بديل لغلوريا أبي زيد هو البند الوحيد يمكن الذي يمكن أن يشهد نقاش داخل مجلس الوزراء. البنود الإشكالية الأخرى تبقى يعني بعيدة عن هذه الطاولة حفاظا على هدوئها. جاد، نعم، شكرا لك جوزيفين على هالمعلومات من السراي الحكومة. هل بعد في حدا من بيت عون بعد ما مرق؟ هاي بتردنا على الانتخابات، سليم عون مثلا رح يمرق؟ بنتمنى إذا ما في تحالف مع القوات. نحن بنتمنى أنه يمرق لأنه كان نايب ناجح بعتقد، وكان علما أنه أستاذ سليم منه من عائلة الرئيس عون مثل ما عم يروجوا، على كل حال هذا مش موضوع مطروح. هلا إذا بعض الأشخاص صار عندهم عقدة من العائلة ومن اللفظة، نحن بعتقد أنه في أخصائيي علم النفس ممتلين البلد، فيهم يتعالج الإنسان وفي يحس برياحة نفسية أكثر من ما هو مدبرس مثل ما هو موجود حاليا. هذه مشكلة تانية، بس أنه إذا كان بيت عون غير عون، نحن بهمنا الإنتاجية، وهي قائد الجيش الحالي جوزيف عون والسابق اسمه جان أهواجي، شو رأيهم هني؟ فخلوني يطلعوا من هيدي والدنيت برأيي. نعم، سؤال أخير يعني من وحي اللي قالته زميلي جوزيفين عن الانتخابات الفرعية، أنه لازم أنا عملت واجباتي بس لازم الأطراف السياسيين هني يعملوا واجباتهم، والموضوع مجددا ما رح يطرح اليوم، سيطرح بجلسة بأسر بعبدة. كيف يعني؟ هيدا مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، ما بده قرار مجلس وزراء، هيدا بده توقيع وزير داخلية يعني وزير مالية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. ورئيس الجمهورية بعتقد انه هذا شيء بيثبت راينا اللي احنا اللي حكيناه من شوي، ما بدون انتخابات فرعيه كرمال مين الاطراف، لان عم تقول لي حضرتك انه تيار المستقبل ما بده، ما وزير بده. عمل واجباته هو من تيار المستقبل، فرق ما تعمل واجباتك، فرق ما تبادر بانك تبادر تقوم بالمبادره لحتى تنفذ هذا الواجب اللي انت عمل واجبه نظريا، عمليا نعم. بعد بالنسبه للنظري بعد ما قام فيه، وبالتالي واجبه منتقص، ليكون واجبه كامل بده يكون نظريا يعني ياخذ قرار فيه وينفذه، هو يعني اخذ قرار تفضل ينفذه، ساعتها بيكون الواجب انعمل على الكافي. لا ننطر جلسه مجلس وزراء ببعبدة مثل ما عم بيقول الوزير المشنوق، ونشوف اذا راح ينفذوه او ما راح ينفذوه. شكرا لك دكتور جورج حرب على حضورك اليوم الى الاو تي في. ميرسي. شكرا. مشاهدينا حلقتنا لليوم انتهت، بنلتقي مجددا معكم بحلقه اخرى خلال الايام اللي جايه، وبعتقد بكره ما راح يكون في حلقه من حوار اليوم نظرا للتغطيه المباشره والمواكبه طيله النهار من الاو تي في لتشييع شهداء الجيش اللبناني. شكرا للمتابعه والى اللقاء.